لله خطب على الإسلام قد وقعا، فأحزن المصطفى من للهدى شرعا، وأصبحت فاطم الزهراء ثاكلة عبرا تحن، ومنها الدمع قد همعا والمرتضى وبنوه في شجا وأسن يبكون حيث الرضا للسم قد جرعا، وفجعة الدين من بعد ابن كافله ما زال يبكي عليه مذ قضى جزعا، رزء له عرصات العلم نادبة. لله من حادث للدين قد صدعا، سوى ويا شيخ قال دسوا له السم في الرمان والعنب، دسوا له السم في الرمان والعنب المسموم حتى غدت أحشاؤه قطعا، لهفي على ابن رسول الله مضطهدا، ويلي يا ويلي، لهفي على ابن رسول الله مضطهدا بين اللئام وعن حق له منعا. نهاية قضى غريبا هذا اليوم، قضى غريبا، فيا لله من خطر على الهدى حل والعلي اكتست هلعا. شلون حال الطوس، شلون حال الطوس اليوم يا مؤمن؟ يوصف إلينا حال الطوس الملا علي ابن فايز، يقول في طوس صارت صيحة لابن الرضا وزلزالة، والأرض ترجف والرضا مطروح في شيا، شلت يمين الغادر، غال الرضا بسموما يوم عبوس وأقشار، صاير علينا يوم من المدينة ليت جات هلا وعمو، وجاله أبوه الكاظم ينظر عزيز شحال، بالله يا زهرة قومي من القبر يا المحزونة، شوفي عزيزك مرمي والسم غير ما مات منهم واحد،
بالدنيا ما تتعب إلا بسمو هذا مطروح ما حد شال كل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غا مأجور ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شا كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولا شردوهم بالفيافي ولا يقاون ببلد خالية منهم منازلهم ولا فيها بس حرم ويتام مدهوشين من عظم المصاب.